الحقيقة أن قضية الاتجار بالبشر حاصل فيها سوء فهم كبير جدا. أولا الاتجار في البشر بيشمل نواحي مثل الاستغلال في العمل من أجل العمل، استغلال من أجل الاتجار بالأعضاء البشرية، بيحدث في جانب يتعلق بتهريب المهاجرين سواء مصريين كانوا أو أجانب، واستغلال العمل في مصر بيدخل فيه أيضا طبعا عمالة الأطفال وقضية أطفال الشوارع. وعندنا أيضا قضية خطيرة جدا في مصر وهي الأطفال الذين يعملون في البيوت. وإلى جانب الاستغلال في العمل هناك قضية الاستغلال الجنسي، فليس منطقيا على الإطلاق أن يختزل قضية الاتجار في البشر من ناحية مفهومنا لها كشعب وكدستور في قضية زواج القاصرات كما هو كان حاصل من قبل. الأخطر من هذا وذاك أن الدستور يجب أن يتناول أي جانب في الدولة هو المسؤول عن مكافحة هذه الظاهرة، مع العلم أن خبرتنا السابقة كان هذا الجهاز الذي يقوم بمكافحة الاتجار في البشر كان تابعا للوزارات، أحد الوزارات، وثم تغلبنا على المسألة دي وقلنا أنه هيكون مستقل، لكن في الحقيقة هو ليس مستقلا على الإطلاق، لأن رئيس الوزراء بيلجأ إلى أحد الوزارات أيضا لتسيير عمل هذا الكيان، وهي مسمى باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار في البشر. فأرجو عدم خداعنا والقول إنها لجنة وطنية مستقلة، هذا غير صحيح، لأنها تتبع أحد الوزارات. في الأول كانت الخارجية والآن العدل، ولما قالوا إنها هتبقى مستقلة فوجئنا إن رئيس الوزراء ما بيعينش فيها حد مستقل، ده بيعين ناس تتبع الخارجية ومفوض وزير الخارجية في إنه يسير عملها. فأتمنى إنه يتم تلافي الخطأين دول في الدستور القادم.